إلا اليمانيين، إلا اليمانيين. طيب، إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حتى، ما حاله أبو يوسف؟ ضعيف في سنده عطاء ابن السائب، لكن عبد الجبار، لكن عطاء ابن السائب مختلط، فالراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط. ومن الذي روى عنه قبل الاختلاط مختار في هذا الحديث؟ صلاح عطاء، هنا ذكر الذي يظهر الثوري، صح؟ الثوري، الثوري هنا الراوي عن عطاء الثوري، والثوري سمع منه قبل الاختلاط. من الذي أنكر على معاوية استلام جميع الأركان وقال له النبي لم يمس أو لم يستلم إلا الركنين اليمانيين؟ فقال ليس شيء من البيت مهجور. من هو؟ ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا يقول في الطواف؟ بماذا يدعو حمزة؟ يعني يدعو في كل، هل كل طوفة أو كل شوط له دعاء؟ لم يثبت، لم يثبت، لكنه يدعو بين الركنين بماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث ما حاله؟ الذي عند أبي داود وابن حبان أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشيخ الألباني صحيح، نعم، صححه أو يحسنه، لكن في سنده عبيد مولى السائب فيه جهالة، فيه جهالة، فيدعو بما تيسر، يدعو بما يسره الله. عندكم عبد الله بن السائب؟ طيب، وراجع الأصل. طيب، الأصل قال الإمام الشوكاني رحمه الله ويكفي القارن طواف، طواف واحد وسعي واحد، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. كيف؟ أنت أحرمت من الميقات وقلت لبيك اللهم بحجة وعمرة وسقت معك الهدي، هذا النوع من أنواع النسك ماذا يسمى مهند؟ النوع هذا من أنواع النسك ماذا يسمى؟ سافر؟ لا تسافر. طيب، نعم، هذا هو القران. طيب، زيد أتى إلى الميقات وقال لبيك اللهم بحجة. طيب، ما هو نوع نسكه؟ مفرد. عمرو قال لبيك اللهم بعمرة في أشهر الحج، ما هو نوع نسكه؟ الجبار متمتع. الآن الشوكاني يقول يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. هؤلاء ثلاثة، زيد وعمر وعبيد مثلا، كل حج منهم بنوع من أنواع النسك، احرموا من الميقات وكل عين النسك الذي يريده،
فوصلوا إلى البيت، من الذي يجب عليه أن يطوف طواف القدوم، ومن الذي يستحب له أن يطوف طواف القدوم؟ عبد الجبار، القارن يجب عليه أن يطوف طواف القدوم، والمفرد الكلام يعني إذا قدمت إلى البيت فأول ما تطوف طواف القدوم سواء كنت معتمرا أو قارنا أو مفردا. السؤال، من الذي يجب عليه أن يطوف طواف القدوم من الثلاثة؟ من؟ المتمتع. طيب القارن والمفرد أي طواف؟ طواف الإفاضة. طيب إذا وصل إلى مكة يجلس؟ يستحب له أن يطوف، يستحب له أن يطوف، ولو أخر طواف القدوم المستحب في حقه وجعله إلى طواف الإفاضة لا حرج، طواف الإفاضة ما يقدم أصلا. طيب يجوز له أن يقدم السعي، قل أنا سأسعى، أيجوز له أو لا يجوز له؟ أنس، يجوز، يجوز له أن يقدم السعي. أما المتمتع فيجب عليه طوافان وسعيان، الأول طواف العمرة وسعي العمرة، والثاني طواف الإفاضة وسعي الإفاضة. الشوكاني قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، قال لكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا على الأصح. كيف عرفنا أن النبي حج قارنا؟ لأنه ساق الهدي واكتفى بطواف واحد للقدوم وبسعي واحد، ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين. وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، وقد حسنه الترمذي. قال الشارح أقول الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد وسعي واحد ثابتة قولا وفعلا. أما القول فحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قارن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد، أخرجه أحمد وابن ماجه. ماذا نقل عن الشيخ الألباني؟ ما تكلم بشيء. طيب انظر تخريج كلام الترمذي، ابن ماجه ما ضمن كلامه. كلامه قال وأخرجه أيضا الترمذي بلفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. وقال هذا حديث حسن. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور بنحو لفظ الترمذي. وأما إعلال الطحاوي لهذا الحديث بالوقف فقد رده غيره من الحفاظ، لأن الطحاوي قال إن الدراوردي أخطأ في رفعه، وإنه موقوف فأجابوا عنه بأن الدراوردي صدوق، وأن رفعه حجة، إنكم أخذوان أو وإن رفعه، نعم، وأن رفعه حجة. طيب الحديث
قال الشيخ الألباني: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى وعزاه المعلق عليه لمسلم فوهم. لا، الحديث ليس في مسلم. إذن من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد. طيب، هذا الحديث قال العلامة الألباني صحيح، من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد، ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. وأشار إلى الروضة، إلى تعليق الروضة الندية. قال رحمه الله تعالى: ومن القول حديث طاووس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وأما أحاديث الفعل فأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، نريد كلام النووي على حديث عائشة، قال: وأما أحاديث الفعل فأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. هؤلاء من هم؟ القارنون، الذين قرنوا بين الحج وبين العمرة. قال: وأخرج مسلم وأبو داود عن جابر أنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. الطواف المراد به السعي، هذا القارن. وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا. لكن هذا في حق القارنين أو المفردين، أما المتمتع فصلت عمرته وطواف الإفاضة وسعيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: واستدل القائلون بأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بفعل علي رضي الله عنه وقوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما. قال الشيخ الألباني: في سنده مجهول، فالحديث ضعيف. وقد روي نحوه عن ابن مسعود وابن عمر بأسانيد في بعضها متروك وفي البعض الآخر ضعيف، حتى قال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء. وتعقب بأن حديثي علي وابن مسعود لا بأس بإسناديهما، ولهذا رجح البيهقي وغيره المصير إلى الجمع أنه طاف طواف القدوم وطواف الإفاضة. قال: وأما السعي فلم يثبت فيه شيء. نعم، طواف القدوم مستحب في حقه. قال: وقد حكى الحافظ في الفتح أنه روى جعفر الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا، خلاف ما يقوله أهل العراق. والحاصل أن الجمع بما تقدم إن اندفع به النزاع فالمراد، وإلا وجب المصير إلى التعارض والترجيح. ولا يشك عالم بالحديث
أن أدلة الطواف الواحد والسعي الواحد أرجح. نعم جاءت نعم أدلة وهذا هو الراجح. ويا حبذا ينظر ماذا قال الإمام ابن القيم في الزاد، كم طاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشوكاني رحمه الله: ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، يكون إذا طاف بالبيت متوضئا ساترا لعورته. أما في الجاهلية فبعضهم كان يطوف عريانا. قال: لما في الصحيحين من حديث عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. إذن نعم النبي توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم. وفيهما أيضا من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. وفي شرح السنة عند الشافعي: لا يجزئ الطواف إلا بما يجزئ به الصلاة من الطهارة من الحدث والنجاسة وستر العورة، فإن ترك شيئا منها فعليه الإعادة. هنا تعليق للشيخ الألباني، قال: وذهب أكثر السلف إلى أنه لا يشترط للطواف شروط الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره. قال الشيخ الإسلام: وهذا القول هو الصواب، ثم أفاض في التدليل لذلك فراجع. يعني لا يشترطون الطهارة، مع أنهم متفقون بأن الأفضل أن تطوف على طهارة، والجمهور يشترطون الطهارة. قال رحمه الله: قال في الأنوار: لو أحدث في الطواف عمدا توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف وإن طال الفصل. يعني بمعنى لا ينتقض الطواف الذي طافه بطهارة. قال: والكلام في الطواف مباح، يجوز أن تتكلم، لكن إذا تكلمت فلا تتكلم إلا بخير. إذا تكلمت فلا تتكلم إلا بخير. قال: ويستحب ألا يتكلم إلا بذكر الله أو حاجة أو علم. وقال أبو حنيفة: إذا طاف جنبا أو محدثا وفارق مكة لا تلزمه الإعادة وعليه دم. إذن يراه واجبا لكن ليس بشرط، بمعنى أن الطواف يصح. والذي يظهر أن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الصواب. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على شرطية الطهارة في الطواف. أما ما أورده فهذا من فعل النبي، وغاية فعله يدل على الاستحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا المختار؟ ماذا في مسألة الطهارة للطواف؟ ما في الترجيح؟ هو الذي يظهر هذا، وهناك بحوث طويلة، بعضهم أفرد هذه المسألة برسالة مستقلة. كلام الشيخ ابن تيمين في الشرح الممتع. ابن رحمه طيب لماذا؟ هل لأنها غير طاهرة، أو ربما سقط شيء من النجاسة في المطاف؟
ربما هذا محتمل. نعم، فمن أجل ألا يعني أيضا مر معنا الطواف بالبيت صلاة، الصلاة والحيض لا تصلي، الصلاة الطواف بالبيت صلاة، صححه العلامة الألباني رحمه الله. نعم، تقصد؟ نعم هو هذا، بخلاف السعي يجوز لها أن تسعى، بس لماذا جاز لها السعي ولم يجوز لها الطواف؟ لأن المسعى ليس من البيت، أما الآن فصار متصلا بالبيت. نعم، الآن المصلون يصلون إلى أين؟ إلى الخارج، صار متصلا به. خذها. طيب، ذكر هنا قال الشيخ ابن عثيمين مسألة لم يذكر المؤلف رحمه الله، ما إذا طاف محدثا اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء حيث قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، مس المصحف والصلاة والطواف، وعلى هذا فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالآتي: أولا قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ثانيا حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ثالثا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رابعا قوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر فقيل له إن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا، يعني بمعنى الطواف طواف الوداع. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف، شيخ الإسلام قال لا يشترط، وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمومه لا يستقم، لأن لفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، أي أنه إذا جاء شيء واستثنى منه شيء أو استثني منه شيء دل ذلك على أن بقية الصورة غير المستثنى داخل في المستثنى منه، فيكون عاما إلا في الصورة المستثنى. وهنا لا يصح أن يقال إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام، وذلك لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام. صحيح، فرق، ترى يمشي ويتكلم وينظر، وربما شرب، ربما أخذ إذا سقط عليه شيء، وربما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال فمن ذلك أنه لا يشترط فيه القيام، والصلاة يشترط فيها القيام، أي لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح. ممكن أن يطوف وهو يزحف، ممكن. طيب لو أنه حمل طوافه صحيح، عبد السلام حمله على ظهره وطاف، قال أنا سأطوف لنفسي وانت طوف على ظهري لنفسك، يصح؟ يصح؟ طيب لو طاف محمولا، يعني هذه ما يشبه النعش، قبل كان هناك ما يشبه النعش يحمله أربعة، يعني اثنان متقدمان واثنان متأخران، ويأتي ويجلس، هم يطوفون وهو على رؤوسهم، لكن لو سقط
يعني سيفعل فعله، وبعضهم ربما بسبب مرض السمنة يأتي ويجلس على هؤلاء. ومرة رأيت منظرا عجيبا، يعني شخص يعني هو سمين ما يستطيع، مريض، ووضع في نعش وحمله أربعة، الاثنان المتقدمان سهل عليهما لأن ما في إلا الأرجل، لكن الاثنان المتأخران جاء الثقل عليهما فصار في حيص بيص، العرق يتصبب، سبحان الله، الضجر لحق الاثنين الأخيرين، وذاك سبحان الله هو سمين جدا لكن صار ثقيلا. هذه الظاهرة الآن اختفت صح؟ ما بقي الآن في هذه العربيات، لكن فيها أذى أحيانا، ربما تأتي على أرجل بعض الطائفين أو الساعين وفيها أذى شديد، بعضهم ربما تنكسر رجله يعني بسبب هذه الضربة، لكن الإنسان يعني يلزم السكينة والهدوء والرحمة في الحج حتى لا يؤذي الآخرين. قال: ومنها أنه لا يشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورة. ومن ذلك أنه لا يشترط له استقبال القبلة، بل لا بد أن يكون البيت عن يساره. لو أنه طاف مستقبلا القبلة ممكن هذا؟ تراه يأتي إلى البيت، هذا البيت، وبدلا من أن يطوف يجعل البيت عن يساره يستقبله، هذا خطأ، هذا خلاف هدي رسول الله، بل بعضهم ربما حكم على طوافه بالبطلان. ومن الخطأ أن بعض الناس عندهم نساء، مجموعة من النساء وهم أرحام، فيأتي هذا يمسك بيد هذا وبيد هذا ويكون دائرة على النساء، الذي يكون في المؤخرة يستقبل القبلة، والذي يكون في المقدمة يستدبر القبلة، وهذا خطأ، هذا من الأخطاء التي نبه العلماء عليها، فيقال طف جاعلا البيت على يسارك. قال رحمه الله: ومنها أنه ليس فيه ركوع ولا سجود، والصلاة ولا يجب فيه تسبيح، ومنها أنه يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب، ومنها أنه لا يبطله الضحك، والصلاة يبطلها الضحك. هل ممكن يضحك الطائف وهو يطوف؟ أحيانا مواقف تضحكك، نعم، على الرغم أنفك، يعني ترى حركة ما من شخص ما، عجائب، وخاصة الأعاجم، سبحان الله، يعني ربما تذكر بعض المواقف ولك من النظر سنوات وتضحك، كيف وأنت تشاهد هذا الموقف الذي كان نصب عينيك. قال: ومنها أنه لا يشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة تشترط فيها، يعني لو طاف أربع أشواط وتعب قال أرتاح ثم أقوم، نعم، لكن لو أنه صلى ركعة قال أرتاح ثم أعود بعد أذهب آكل وأشرب وأرجع وأتم الصلاة، لا، يشترط في الصلاة الموالاة. قال: ولو أنك تأملته لوجدته أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون منضبطا ولا ينتقض بصورة من الصور، فلا يصح مرفوعا، بل هو موقوف على ابن عباس من قوله. الشيخ الإمام الشيخ ابن عثيمين، نعم، يعني ناقد، عنده ملكة قوية في فنون كثيرة. قال: والصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة، بل هو عبادة مستقلة كالاعتكاف تماما،
فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ، قلنا نعم، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خيرا من أن يكون على غير طهارة، لأنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم، قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلا شك أن الوضوء في الطواف أفضل وأحوط. فإن قيل وقول ابن عباس ألا يكون حجة؟ الصواب، فالجواب أن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف. وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو لا. وأما الاستدلال بقوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك وأهله ومن النجاسة أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة، فلا يلزم من وجوب تطهيره من الخبث أن يجب على الطائف بالبيت أن يكون طاهرا من الحدث، لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام وإن لم يرد الطواف. ولو كان كذلك أيضا لكان مناقضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، ولو كان كذلك لوجب على المعتكف أن يكون طاهرا من الحدث. وأما حديث عائشة وحديث صفية، حديث عائشة الذي هو ماذا؟ افعلي ما يفعل الحاج لأنها حاضت، وحديث صفية أحابستنا هي لأنها حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع. قال: فليست العلة عدم الطهارة، وإنما العلة عدم جواز مكث الحائض في المسجد، وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف. ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكن تتوقع ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستذفر الحفاظات، أي تجعل ما يحفظ فرجها لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. هذا كلام أو تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، إلى هنا بارك الله.